وأشار الرئيس السيسي أيضا إلى أن جهود الدولة تضاعفت لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات. ما تضاعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري. وأصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقرا.